بالنسبه للناس اللي كيسقسيو فين كاين جوتيات سوق دراج، جوتيات سوق دراج كتواجد في الدار البيضاء، وهذا هو الشارع اللي كيدي نيشان المرجان. الا جيتو من الاتجاه ديال المرجان غادي نيشان، وغتلقاو المحل هنا في الصف ديال مالين الديسير، هانتوما كما كتشاهدوا، وهذا هو الباش ديالو، هذا هو المحل ديالهم عفوا. وبطبيعه الحال الرقم الهاتف راه على الشاشه ديال يوسف ودير زهير، الا ما جاوبكمش يوسف غيجاوبكم زهير، والا ما جاوبكمش زهير غيجاوبكم يوسف. وما تنساوش اعزائي المشاهدين راه كيديروا لا ليفغازون لجميع المملكه المغربيه. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي انا نسي ما مركي ما كتقوليش الثمن، انا ما علي حتى حاجه، ما على الرسول الا البلاغ. بالنسبه لهادو ماركات مشهورين ومعروفين يعني ديال الاكسبورا، ما يمكنناش نقولوا الثمن مباشره هكا، اللهم ماعرفتش كيقولوا، انا ما ندخلش في التفاصيل، نصدق قايل شي حاجه ماشي حتى له، ناخذ لكم ما عليا حتى شي حاجه. اللي بغى يتواصل معاه غادي يدخل الواتساب ويسكريني شنو بغى، ومع الرقم الهاتف ديالو ما غتحصلوش كاع، غادي تسكريني الصباط ولا الصندله اللي بغيتو، غتعرفوا على الثمن وغتعرفوا على النمره. واك سعيد في التعليق خليوا لي الا كنت عارفه النمره ديال شي حاجه، رانا غادي نجاوبكم في الحين. شوفوا اليوم كاين بانطوفات وكاين العجب المتعجب، يعني السلعه بيعه راسها، نقول لكم راه غير المليح والسلعه جديده ونقيه. سلام سلام خوتي خوتاتي وعزيزي المشاهدين ديالي والمتابعين ديالي، مرحبا بكم والف مرحبا مع عالم نسيمة. دائما كنحاول نجيب لكم ما هو جميل وجيد ويكون في المتناول، المهم هي تكون حاجه مزيانه وصحيحه وجيده ومنحشمش وجهي، انا كنجيب لكم بصدق ومصداقيه، وتكيسوا عليا شويه في التعليق. دابا غادي ندوز معكم الاول حاجه، واللي ما غاديش نقول لا مارك ديالهم، يعني اليوم غادي نبارطاجي معكم لي بوط وكذلك يعني الاحذيه ديال فصل الخريف شتاء. انتما كما كتشاهدوا هذا الثمن ديالو بدل، هذا اوريجينال، يعني غيبان لكم الفرق ما بين هذا والنمره ديالو 41. انتما شوفوا لا مارك، حيت ما خصنيش نقولها انتما، وغادي نوريكم الفرق ما بين هذا كذلك. هذا انتما هذا داير غير 100 درهم، ونخر الثمن ديالو بطبيعه الحال مبدل. الا بغيتو خليو لي في التعليق او دخلوا الواتساب ديال يوسف او زهير، وغيقول لكم الثمن والنمره بطبيعه الحال. كاين هذا الكري وكاين النوار ديالو، وكاين واحد الغوص ديالو، وكاين واحد الشيبي واقيلا فحال بلوسيير ما عرفتش هذاك اللون. المهم هادو فيهم النوامر، كاين 37 وكاين 38 في هادو، انا كنوريكم غير باختصار وصافي، لا جيت نوريكم يعني هاد الفيديو يجي طويل بزاف. هانتوما كما كتشوفوا هاد السيل هذا، كنظن كان واقيلا دوزتو، ما عقلتش واش دوزتو شي حلقه ولا ما دوزتوش. هانتوما اعزائي المشاهدين، والنمره ديالو كانت 38. هذا زوين بزاف بزاف بزاف، وممكن انكم تلبسوه بواحد الراحه مزيان، يعني غتكونوا مرتاحين. هذا كذلك ديال الجلد حقيقي، كنأكد انه الجلد حقيقي وما يعكلكم ما حتى شي حاجه، ويجي مع الجين ومع الجلالب وكلشي. هذا خساره لو كانت النمره ديالو قدي، هذه النمره ديالو وقلا كانت 39. انتما غندوز معكم لواحد اخر اللي حتى هو تقريبا فحالو، غير هذا مختلف عنده الدال هنا بالنسبه لهادو اللي كنوريهم لكم. هانتوما كاين اختلاف وصافي، والطالون ديالو مريح، انا قيستو زعما وشوفو حتى انا يا حمقى، واخا انايا بغيت نشوفو كيجي في الرجل، والنمرات ديالهم راه كبارين عليا وجدادين ما مستعملينش، باش نشوفو كيفاش واش الطالون ديالو مريح. بالنسبه لهادو اللي كنبين لكم دابا راه جدادين، هادو هذا جديد النمره ديالو 38. كاينين بزاف ديال البنات اللي غادي يبغيو هذا الموديل او هذا السيل، هذا كيجي بحال الشكل ديال البرتقال، حتى هو زوين وفيه السيوره مذهبين، والنمره ديالو 38. بالنسبه لهذا كان الثمن ديالو مكتوب دايرين 69 اورو، تقريبا شي 14000 ريال، ولكن هو ما دايرلوش 14000 ريال، راه قل وقل وقل، ويلا حزر فزر. هتعرفوا الثمن ديال هذا شحال، دخلوا عندي للتعليق او دخلوا عند يوسف او زهير. انتم اعزائي المشاهدين والمتابعين ديالي، الثمن ديالو الحقيقي مكتوب، هادو جدادين قلت لكم ديال الاكسبور، وكاين هذا الموديل هذا حتى هو اللي غادي يبغيوه، حيت هذا راه حتى هو اوريجينال وماركه معروفه. انتم كما كتشاهدوا اعزائي المشاهدين،
انا كنحاول نوريكم باختصار صافي. الا جيتوا للمحل كان احسن باش تشوفوا اللي غادي يواتيكم واللي غادي يعجبكم وعلى قد جيبكم. غادي ندوز معكم لهذا الغزال. الغزال وكيحمق، كنت ديجا نزلت لكم واحد كيشبه له، وكانت النمره ديالو 40 41. بالنسبه لهذا النمره ديالو اقل، وقيله هذه النمره ديالو 37، ولكن تلبسوا مولات 38 حيت الطايد ديالهم كبارين وماركة مشهورة ومعروفة. 37، كنأكد 37، واللي كان ديجا وريتولكم كانت النمرة ديالو ما بين 40 و 41. هنشوف دابا باش غادي ناخد لكم لهنا مورايا. نشوف ناخد هذه حتى هي ماركة معروفة ومشهورة. هانتوما غادي نحاول نقرب باش تعرفوا على لا مارك ديالها، والنمرة ديالها بطبيعة الحال 37. شوفوا الموديل كيحمق زوين بزاف بزاف اعزائي المشاهدين. انا دائما كندير اكثر من جهدي باش نجيب لكم الحاجه زوينه وتكون يعني تكون غير صحيحه وتكون مزيانه. راه ما كيهمش، اللهم نزيدو شويه ديال الفلوس وناخدو صحيحه واللي غتصبر لنا بزاف. شفتوا لا مارك ديالها، ماركه مشهوره ومعروفه، هذا راه اوريجينال باش للافاده فقط. هذا كنت ديجا دوزو لكم، ولا انا ولي ما عرف علاش تفكرت شي حاجه وبغيت هذه نهضر لكم عليها. بالنسبه لهذه جبتني بزاف، انتم عارفين لا مارك ديالها وديال الجلد اوريجينال، والنمره ديالها 36.5. انتم اعزائي المشاهدين، والثمن سكريني ودخلوا عند يوسف او زهير. ما عرفتش واش كاينه نمره اخرى كبر منها. المهم راه كاينين، هانتوما كما كتشاهدوا كاينين منهم جوج. حتى هذه النمره ديالو 41 ومن نفس لا مارك وجديد وما مستعملش. ما غاديش نقول لكم السميه، راه كنحاول نقرب لكم هانتوما اعزائي المشاهده. سميه معروفه ومشهوره عالميا. انا كنوريكم من الداخل باش كنشوف ادق التفاصيل. بالضبط النمره ديالو كبيره 41. انا كنبقى مدبزه مع النظر ديالي حيت عندي ديال القرب. هانتوما وحتى هذه اوريجينال، والخدمه ديالها وشوفوا لا مارك ديالها وديال الجلد بطبيعه الحال. ولكن نتوما الا دخلتوا للسيت ديالها غادي تعرفوا الثمن ديالها الحقيقي بشحال، وغتعرفوا بشحال غيخليها لكم يوسف وزهير باش نكونوا واضحين. وكنأكد راه عنده حتى الاحذيه مستعمله، وديال الرجال وديال الدراري وديال النساء بطبيعه الحال. هانتوما باش ما تقولوش شي وحده كتبقى قالت لي غير جوطيه كتبقى جوطيه. لا لا الحبيبات قلبي، ماشي جوطيه كتبقى جوطيه، كاين المليح وكاين العيان. بالنسبه لهذا غزال وكيحمق، ورا قيستو النمره ديالو 36. ها هو بكواغطو بوراقيه بكلشي. هانتوما اعزائي المشاهدين، وهذا انا عارفه الثمن ديالو. دخلوا عندي في التعليق، دخلوا عندي للتعليق خلوا لي في التعليق عفوا، انا شي شويه كنخرج على الحوار. انتم اعزائي المشاهدين زوين زوين بزاف هذا وكيحمق، عجبني بزاف بزاف. النمره ديالو 36، وكذلك حتى هذا زوين بالنسبه للبنات اللي غادي يبغيو هذا، اللي النمره ديالو 39. انتم اعزائي المشاهدين لا مارك ديالو حتى هو نفس اللي النمره ديالو 36، غير موديل مبدل بطبيعه الحال. انتم البنيتات كيعجبهم بزاف بحال هذا السيل هذا، وهذو موديلات ديال 2022. انتم شوفوا هذا كيف جاني غزال، وجا قدي واللي جا قدو ما يردو انا رديته ما خديتوش في الحقيقه. هانتوما كيما كتشاهدوا النمره ديالو 36، وانا كنلبس 37. جاني هو هذاك وجاني مزيان. هانتوما شفتوا كيفاش كيجي في الرجل، كيجي ممتاز وصحيح، يدوز هذا العام والعام اللي جا والعام الاخر. نصابي الصحه وطول العمر، هذا ما غاديش تندموا، واللي خداته بصحتها وراحتها انا ما خديتوش في الحقيقه. هانتوما اعزائي المشاهدين كيجي واعر واعر. كذلك غادي ندوز معكم لهذا الموديل. هذا كاين في هذا اللون، هذا اللون اللي داير بحال مونتارد، وكاين في اللون الاسود حيت كان بعيد عليا، راه ما قدرتش نجبده حيت انا كنبرزط الدراري، واليوم راه مشيت شويه بكري باش ما كنبرزطش الزبائن كيخافوا من التصوير.
انتم اعزائي المشاهدين، هادو راه كاينين وكاين حتى في الاسود، غير بالضبط ما عقلتش على النمره ديال هذا هو 37، وقيلا كانت 37. هادو هما الموديلات اللي عجبوني انا، راه صورتهم ليكم، واللي بغى شي حاجه كما كنقول لكم راه الطريقه سهله مهله باش تتواصلوا. كذلك كاينين حتى الاحذيه ديال الرجال، هما هادو واحد الماركه اللي جاب جوج شي ثلاثة ديال لي مارك في الحقيقة اللي كاينين هنا. بالنسبة للسلعة اللي جات جديدة، هادو بانطوفات ديال الرجال، صبابط ديال البرد ديال الرجال، وكل حاجة والثمن ديالها. وكاينين نوامر كبارين بالنسبة للرجال حتى هما، راه كاينين نوامر 40 و 41، هانتوما كيما كتشاهدو راه كيبانو لكم كبيرين. وكذلك في الجزء الثاني غادي نركز لكم غير على البانطوفات مع ذكر الثمن بطبيعة الحال بالنسبة للبانطوفات ديال الدراري وديال النساء كذلك. اما بغيتش ندير لكم فيديو واحد غادي يجيكم طويل بزاف بزاف وغادي يجيكم الملل، وفيما غادي يكون الجديد ان شاء الله غادي ننزل لكم الفيديو جديد. دابا الى مشيتو حاليا غتلقاو هاد السلعه كلها كاينه، ومازال ان شاء الله مازال 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 غيكون الجديد، دائما الجديد عند يوسف وزهير. وعافاكم ما تنساونيش انكم ديروا لي ابوني ولايك باش يقدروا الفيديوهات ديالي يطلعوا لواحد العدد كبير وتعم الفائده على الجميع. اي حاجه او بغيتوني نصورها لكم خلوا لي في التعليق وراه كنجاوب في الحين وكنلبي الطلبات ديالكم الا كنت قادره نديرها، يعني الا كنت قادره نصور. غادي نقول لكم الى اللقاء وتبقاو على خير.